شهر رمضان الكريم هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم باللغة العربية، فكان الخط العربي أحد حوامل قيم الإيمان والخير والجمال أيضا. وبأول أيام الشهر الفضيل مساحتنا الجمالية مع الخط العربي رح تكون مع الأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس مادة الخط العربي في معاهد دمشق. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، رمضان مبارك. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ أدهم. بس نبلش اليوم صباحنا بخط العربي، وهو الخط العربي المميز يلي وين ما كان الخط العربي له شيء وطابع خاص. كيف إذا كان اليوم بأول يوم شهر رمضان المبارك ومعنا شغلات كثيرة هيك بدنا نورجيها لمشاهدينا. خلينا نتحدث عن الملامح الجمالية والروحية أيضا اللي بالخط العربي. نعم، إن شاء الله. أول شيء كل عام وأنتم بخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فيقول لهم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله به الصيام، وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، وصفدت الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خير هذه الليلة فقد حرم خيرا كثيرا. فهي الخيرات و هي الأشياء في يعني افتتاح بأبواب الجنة، وهذه الجماليات والروح العالية أيضا للخط فيها أثر كبير. ولا شك أنه شهر رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه لوحة من اللوحات بخط الثلث، ونحن في بداية رمضان دائما نتبادل المعايدات من خلال الخط، تهاني بشهر رمضان وبعبارات جميلة، بآيات، مثلا هنا عندنا رمضان كريم مع هذه الألوان والزخارف و الفوانيس الجميلة. هي بتقلنا كانت ممكن تستخدم على الموبايل كتصميم مميز بشهر رمضان. هي اصلا نحن هذا تصميم هذا العام، هي هذا البوست. يعني كل خطاط بيساوي شيء يعني جميل ويهدي، فبصير الناس يعني من حبهم للخط يتبادلون هي، بيلاقي مثلا انه اجمل عبارة، انه اجمل لون، انه اجمل زخرفة، ممكن نتناقلها حتى نعايد على كل الناس يعني في شهر رمضان. يعني كنا عم نشوف هي التفاصيل الحلوة يلي لها علاقة بالخط العربي، يعني وأيضا قديش صار في فن بموضوع كتابة المعايدات والتهنئات. كمان يمكن أنا بس بدي أمسك هي للحظة، لاحظنا وجود هون يعني الزخرفات يلي كمان هي محيطة بالخط. قديش صار كمان الخط له علاقة ودمج بموضوع الجرافيك كمان بما يتناسب مع الحياة الآنية، يعني لأنه صارت كل شيء على الموبايل. المعايدات صارت يمكن على الواتساب سالي، فبدنا شيء يعطيك قيمة جمالية زائدة. قديش كمان هذا الشغل مميز؟ صحيح، بالنسبة للخط له إضافات، إضافات جمالية. أول شيء الخط هو شيء وظيفي، يعني يجب أن يؤدي وظيفة. يعني لما أكتب أنا للقراءة، يعني مو هو مجرد جمالي فقط، في وظيفة ثقافية، وظيفة تصل بمعلومة، تصل بمعايدة، يحيط بهي الوظيفة جماليات. يعني ما تكون هي جامدة، يعني مجرد انه مثلا انا كاتب هالكلمتين على الكمبيوتر بفونت معين جامد، انما لا، مكتوب بالحبر، بقصب، دخل معه الالوان، دخل معه الزخارف، بتعطي بهجه لهالحاله يعني اللي عم ببعثها انا، حتى اللي عم يتلقاها يستشعر هذا الامر. نعم، فيعني الزخارف والالوان ايضا مساعده في إيصال الفرحة، إيصال البهجة، إيصال المعلومة. نعم، عم نشوف بإيد حضرتك اللي حتحدثت عنه. نعم. الحبر، نوعية الورق يلي بتناسب الحبر، وأيضا الألوان، لأنه أي لوحة عم نشوف فيها خط عربي إذا داخلها ألوان فعم تعطي جمالية. صحيح، خصوصا إذا كانت متناسقة بتعطي بعد آخر. الألوان بتعطي بعد آخر. هلا هون مثلا كتبت رمضان بالحبر الأسود، هذا الورق ورق طبيعي ملون، فكمان بيعطي جمالية.
والكتابة بخط الديواني، وأيضا الكتابة بالقصب اللي هو في روح هذا النبات، من هالنبات اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا إياه كقلم، تمام؟ أيضا يخرج هذا الجمال. طبعا هذا الاستخدام القصب قديم جدا، حتى أيام الفراعنة كانوا يكتبون بالقصب. صح. أي نعم. الكاف يعني رمضان مبارك بهذا الشكل، وبيتم دمج الالوان بنفس الالام، يعني بنفس الالام بس بتغيروا الحبر. طبعا اي بنغير الحبر بنفس الالام. طبعا ممكن بعض الاحيان التشكيلات الى قلم اصغر يعني. ايضا الزخارف ترسم، يعني الافضل ان ترسم دائما الزخارف بعد الخط. طيب والورق هذا وين بيقدروا العالم يلاقوه او يجيبوه هذا الورق الطبيعي؟ ما انا عم نقول والله الورق الطبيعي نحن بنصنعه تصنيع يعني. صناعه بسوريا يعني. موجود هو موجود اي موجود. يمكن هيدي الالوان اللي عم تكتب فيها حضرتك موجوده هون عند اللوحه عند اي طبعا هاي هي الحقيقه الكتابه هون بحبر. الحبر هو شيء يختلف عن هو مو تلوين، التلوين الريشه الوان مختلفه عن الحبر، له الحبر له مواصفات اخرى، السيلان، المد بالقلم كذا. اما اللون بيجي مختلف يعني بيجي من اصبغه. نعم. هلا يعني بما انه عم نحكي عن الخط العربي وحضرتك مدرس لماده الخط العربي، قديش في اهتمام اليوم من بهذا الجيل الشباب يعني بموضوع الخط العربي؟ فعلا هن مهتمين؟ ممكن في كثير ناس تسال انه فعلا في ناس لسه بتحب تتعلم خط عربي؟ صح. هلا الحقيقه الخط والكتابه داخل بكل حياتنا. نعم. ان كان بالمدرسه، ان كان بالوظيفه، باي شيء داخل بكل حياتنا. فكل شيء مكتوب يجب ان يقرا. والاهتمام بجمالية الخط الآن في زيادة بالاهتمام. صحيح. لكن في ضعف في الكتابة يعني. هلأ صاير هذا نسألك عنها، هي بالفطرة ولا هي تدريب؟ يعني هلأ بيكون هو أحيانا نشوف طفل خطه كتير حلو وجميل يعني من أول ما يبلش يكتب، وفي أطفال شوي، ولكن الأهل دائما عن جد بيسعوا أنه يكون اكتب بخط واضح، الكلمة خليها مقروءة. طبعا. هذا حضرتكم عم تشتغلوا عليه، ولكن هل شيء بالفطرة بيجي؟ الفطرة لا شك لها دور كتير كبير، لا شك، خاصة بالمراحل المتقدمة الفنية. لكن كقاعدة أساسية كل طلاب المدارس، نعم، يعني لا يعذر أي طالب أبدا أنه يكتب بخط سيء. لانه هو بده يكتب بده يقرا بعدين. صحيح. يعني وظيفته او دراسته لازم يدرسها. صح. يحسن يعني يرجع يقراها. فهون لا يعذر اي طالب. فعندنا نحن بالنسبه انواع الخطوط، في خطوط البسيطه، خط الرقعه هو خط الكتابه اليوميه، هذا لازم يدرسه كل الطلاب، تمام؟ بعدين اذا هذا مثلا بهالصف، نعم، بهذا الصف مثلا في 30 طالب، من هالثلاثين طالب بيكون في عندنا نحن طلاب مميزين، نعم، مثلا طالبين او ثلاثه مثلا مميزين بالخط، مثلا طالب او طالبين او ثلاثه مميزين بالموسيقى مثلا، فهذا بيبدع بعدين بمجاله. لكن بالاساسيات لازم الكل يكون عندهم ثقافه بهذا، يكون عندهم ثقافه بالخط، ثقافه بالموسيقى. حلو. ثقافه بالشعر. أكيد. ثقافه ادبيه، لازم يكون عندهم هالتوسع بالمدارك كلياتها، تمام، ولا يعذروا بالقواعد الاساسيه. القواعد الأساسية لازم الكل يكون عنده إتقان لهذا الشيء، بعدين بيطور. مثلا مو كل الناس لازم يكونوا مثلا يكتبوا بخط الثلث. صحيح. لأنه بحاجة لدراسة عميقة. اي نعم. لكن كل الناس لازم يكون خطهم جميل وجيد. بيجي التذوق هون، التذوق أساسي. يعني عند المجتمع لازم يكون عنده سوية عالية بالتذوق. حلو. التذوق الفني كشعر، التذوق الفني كموسيقى، كخط. يميز يعني الـ الإنسان العادي اللي عنده شغله أنه هذا مثلا هذا الخط أجمل من هذا الخط. صار عنده فكر. نعم. عنده ثقافة. أكيد. يعني حضرتك خلصت كتبتها أنا الكلمة، رمضان هنا مبارك شوفها لهي العبارة، هي بخط الثلاث، بخط الديواني. هي بخط الديواني. بخط الديواني كان عنا لوحة تبع الآيات. بيشبهوا بعض على فكرة. ما حدا بيميزهم غير هنين. لازم نعمل دورة تدريبية على الخطوط. هي على فكرة كل خط له وظيفة. صح. كل خط له وظيفة. حلو. خط الديواني خط لين، أليان.
خط الثلث فيه جلال أكثر، فكتابة المحاريب المساجد فيه تمام. خط الرقعة خط البسيط الكتابة اليومية. فيعني كل خط من الخطوط لما نشأ صار له وظيفة. شكرا كثير لك استاذ ادهم، وينعاد عليك يا رب بالصحه والسلامه. وشكرا للمعلومات يلي قدمت لنا اياها اليوم شوي عن انواع الخطوط، وبنتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا لكم، وكل عام وانتم بخير، ورمضان مبارك.